السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي الطلاب وطالبات الصف الأول، عاملين إيه؟ وحشتونا أوي. نتحدث عن درسنا اليوم، وهو درس صداقتنا أهم. صداقتنا أهم، صاد 133 في الكتاب المدرسي. درسنا اليوم يا أولاد يتكلم عن الصداقة. الصداقة شيء مهم جدا لكل منا، أهم شيء عند كل إنسان إن يكون عنده صديق بيلعب معاه وبيهزر معاه، بيفضفض معاه وقت ما يكون زعلان، والصديق يقف جنبك وقت الشدة. طيب درسنا النهاردة بيتكلم عن صديقين كانوا بيحبوا بعض، لكن كانوا بيلعبوا ماتش كورة قدم، وكل واحد كان عنده الفوز أهم من صديقه، حتى لو هيفوز على حساب صديقه، حتى لو هيفوز على حساب إني ما يهتمش بصديقه ويوقعه أو كده. وهنشوف هل ده سلوك وتصرف صحيح ولا تصرف خاطئ. طيب تعالوا مع بعض نقرأ الدرس ونشوف إن الصداقة أهم من كل شيء. صداقتنا أهم. أنا وزيد نحب لعب كرة القدم كثيرا. وفي مرة كنت أنا في فريق وزيد في الفريق الثاني. يبقى صديقنا اللي بيتكلم وبيحكي الدرس يا أولاد بيقول إيه؟ إن في مرة هو وزيد كانوا في ماتش كرة قدم، كان صديقنا ده في فريق وزيد كان في الفريق الإيه؟ اللي قصاده، الفريق المنافس ليه. وابتدى الفريقين يلعبوا بقى كده مع بعض. فبعدين جه صديقنا ده وزيد قدام الكرة. تعالوا نشوف صديقنا بيحكي يقول لنا ايه. الفقرة الثانية اهي. تسابقنا انا وزيد على الكرة، وكان هدفي ان احصل عليها ولم اهتم باحد. صديقنا ده بيحكي لنا اللي جواه، بيقول انا فعلا كان كل هدفي ان انا احصل على الكرة عشان اجري بيها ناحية الجون واشوطها في الجون، وما عنديش فرق ايه، ولا مهتم باي حد ايه، ولا مهتم بزيد صديقي، ولا مهتم باي حاجة. انا كل همي ان انا الحق واجري بسرعة قبل ما زيد ياخد الكرة، اجرنا قبليه واخدها واشوطها في الجون واكسب الايه، واكسب الماتش. فجأة صديقنا بقى اللي بيقول في الفقرة الثالثة، اخر فقرة، اخر سطر في الصفحة. فجأة سقطت على الارض فوجدت يدا ممدودة تساعدني في الوقوف. صديقنا بيقول وهو بيجري كده بسرعة، واهم حاجة عنده الكورة ومش همه اي حد، فجأة راح اتكعبل وايه، ووقع. وبقول لك وانا واقع في الارض كده ببص لقيت في ايد ممدوده ليا وعايزه تساعدني وتقومني. فبيبص كده بيقول لك نظرته فاذا هو زيد، لان الايد اللي بتمدله ووقفت الماتش وسابت الكوره، مع ان صديقنا لما وقع الكوره بقت لوحدها. فممكن ان زيد كان ياخد الكوره ويجري بيها ويروح يوديها في الجون هو كمان وهو اللي يكسب، لكن زيد طلع شاطر وطلع احسن من صديقنا ده. راح سايب الكرة وراح وقف ووقف الماتش ومد ايده لصديقنا عشان يقومه. فصديقنا كده اتكسف من جواه، قال ده انا كده انسان وحش، ده انا كان كل هم عندي الكوره وكنت نفسي ان انا اخد الكوره ومش هممني اي حد، وانا لما جيت وقع صديقي وقف اللعب وما خدش الكرة ومشي، راح موقف اللعب وراح مدد ايده ليا عشان يقومني. يا ده صديقي زيد ده طيب جدا وجدع جدا. اقلب معايا الصفحة كده، صفحة 134. صديقنا بيكمل حكاية القصة وهو لسه واقع على الأرض، بيقولك ايه، تعجبت كثيرا
إنه ترك فرصة الحصول على الكرة واهتم بي. بقولك أنا اتعجبت إن هو ساب الكرة وساب فرصة الحصول على الكرة وإن هو ياخدها وإيه وراح وقف الماتش ووقف وساب الكرة وراح اهتم بي ومد إيده إيه ليه عشان يقومني. فبعد كده لما زيد قوم صديقنا فراح صديقنا إيه فراح زيد قال له إيه قال زيد هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ أنت بخير؟ أنت كويس؟ فراح صديقنا ده بيقول إيه؟ فنظرت إليه باحترام وتقدير. ياه أنت طيب قوي كده يا زيد، هي فعلا الصداقة والحب وصديقك أهم من أي حاجة؟ فنظرت إليه باحترام وإيه؟ وتقدير. مين اللي نظر؟ صديقنا. مين اللي نظر؟ صديقنا. نظر لمين؟ لزيد. نظر لمين؟ لزيد اللي قومه من على الأرض وإيه؟ ووقف جنبه. وقلت نعم يا زيد أنا، يعني بيقول له نعم يا زيد أنا بخير. يبقى تاني زيد قال إيه؟ قال لصديقنا ده هل أنت بخير؟ فراح صديقنا بص كده ليه نظرة احترام وتقدير بيقول له أنت خايف عليا للدرجة دي؟ فراح قال له إيه؟ نعم يا زيد أنا إيه؟ أنا بخير. فراح إيه؟ تعالوا نشوف آخر فقرة في الدرس بيقول إيه؟ ثم سألته. مين اللي سأل؟ صديقنا. سأل مين؟ زيد. مين اللي سأل؟ صديقنا. سأل مين؟ زيد. ثم سألته هل تركت فرصة الفوز من أجلي؟ أنت تركت فرصة الفوز وسبت الكورة مع أن الكورة بقت لوحدها وأنا وقعت، كانت عندك فرصة تاخدها بمنتهى السهولة وتجري تشوت الجون اللي أنت عايزه وتكسب، هل تركت فرصة الفوز من أجلي؟ فقال زيد نعم، فصداقتنا أهم من الفوز. هو ده مغزى الدرس وهو ده أهم جملة في الدرس، الصداقة أهم من الفوز، وإن أنا أقف جنب صديقي وأشوفه لما وقع جرى فيه حاجة ووقفه وقومه ده أهم من الفوز وأهم من الكورة وأهم من الماتش أهم من أي حاجة، عشان أنا كمان لما أجي أقع ألاقي صديقي يعمل معايا كده ويوقفني ويقف جنبي. فالصداقة أهم من أي شيء وأهم من المكسب وأهم من إيه؟ من كرة القدم. فمن هنا ورايح يا ولاد حبوا بعض، اقفوا جنب بعض، خلوا الصداقة عندكم من أهم أي حاجة في الدنيا. لو زميلك وقع اقف جنبه، لو زميلك طلب منك حاجة وانت في إيدك تدهاله ادهاله، ابتسم دايما في وشه عشان هو كمان يعمل معاك كده ويبقى احنا كلنا بيسود بينا الحب والرقاء والمحبة والسلام ونعيش كلنا في سعادة وفي حب والطمأنينة. والصداقة هي خير مكاسب الايه الدنيا واحدى ضروريات الحياة، مفيش حد فينا يقدر يعيش من غير ناس ومن غير صحاب. الانسان اجتماعي وبيحب يعيش وسط ناس وصحاب يحبهم ويحبوه. كده يبقى خلصنا آخر درس في المنهج اللي هو صداقتنا أهم، والواجب عندكم من أول صاد 135 في الكتاب لحد آخر الكتاب، كل يوم كده حل إيه صفحتين وخلي ماما أو بابا يصححوا لك بعد ما تحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.